عشان أسوي النظارة، أسوي شوية كذي حنشي. وطبعا الرقبة أهم شيء، الرقبة يا جماعة الرقبة ضبطوها مثل ما تضبطون ويهكم. إلام الفضالة في عيادة التجميل بعد عروضات الزواج التي تقدمت لزوجها، وزينب الموسوي في عيادة طبيب نفسي. بلش النظارة ما شاء الله تبارك الرحمن، إيدها خفيفة ما تحسون ولا شيء. هذه أظهر النظارة اللي تعطي وجهكم نظارة فريش حيوية امتلاء. هذه الأمور كلها اللي تحتاجها البشرة الحين أنا قاعد أسويها، وبعدين بتسوي لي شوية من حنشي والرقبة. أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة دهشة المتابعين بتصرفها الذي أقدمت على فعله بعد الطلب الذي فاجأتها به مشهورة تيك توك السعودية هدي العتيبي بطلبها الزواج من شاب جوهر، لتتوجه إلهام في اليوم التالي إلى أقرب عيادة تجميل وأفضلها لتعدل من شكلها عبر حقن الفيلر والبوتوكس في وجهها لشده، وفي شفتيها لنفخها، وفي ذقنها لتنحيفها، وذلك في سبيل لفت نظر زوجها دائما وعدم إعجابه بأخرى في ظل عروضات الزواج الكثيرة التي تنهال عليه. مع احلى دكتوره، دكتوره جواهر، اليوم قهوتي عندك، شلونك يا قلبي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بعد احلى من يجي قهوه عندي يا بعد عمري. جيت معاك بالمكتب، حياتي فديتك، واحلى حوار مع الدكتوره جواهر، تدون طاقه ايجابيه. من جهة أخرى، فقد لفتت زينب الموسوي أنظار المتابعين بعد سماعها لنصيحة طليقها شهاب جوهر وأخذها بعين الاعتبار بزيارتها لطبيب نفسي بعد اتهامه لها بأنها مريضة نفسيا. وظهرت زينب الموسوي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي في سناب شات أثناء زيارتها لطبيبة نفسية لاستشارتها في عدة نقاط.